البنيه التحتيه ناقصه بزاف كاع. الجماعه تحرك والمجلس المدينه هو خصو يتحرك باش تكون الاصلاحات على هادشي. لان فين ما طاح شي خطره كلشي كيقول الماء كتبلوكي كتقصر من لومبوتياج. من الصباح ديال العشيه وكاين الناس دابا هذا لي زور دو بوي راه خص الناس تكون الحركه تكون سهله. واحد ما بين حفره وحفره حفره. وتحل عينيها تشوف اش هادشي واقع. هادشي اللي غنقول لك. مدينه الدار البيضاء ما عندهاش واحد سميتو ما عندهاش واحد القدره أن تتحمل بالنسبه لهادشي ديال تعطل الامطار على المستوى ديال السنه. هو دابا يلاه مده شهر وقل اقل من شهر شوف الدار البيضاء غرقات. انا باغي نفهم واحد الحاجه باغي نوجه رساله ديالي للسيده العمده السيده نبيله الرميلي. كيف يعقل ان هذه المقاولات او هذه الشركات اللي تيديروا عمليه اسفلت عمليه زفت في الشوارع تيديروا زفت على زفت؟ لا يعقل. وهذا في طرحنا على العمده ديال مجلس المدينه ان ما يمكنش يدير زفت على زفت. وطبعا كل شيء ساكت وكل شيء يعني تيديروا الوقت اللي قرب زياره ديال صاحب الجلاله تيديروا عمليه شويه عمليه ترقيع وهذا وخير دليل ان ما يعرفوا دابا الشاري محمد السادس في المرور ديال الترام هذاك النهار كان هذاك الشيء عشوائي. دابا حاليا تشوفهم انهم وجدوا ان عمليه تزفيت بانت على حقيقتها تعرات بصفه جليه للمواطن البيضاوي. والمواطن البيضاوي هو الان يحمل المسؤوليه اولا واخيرا يحملها المجلس المدينه والاعضاء ديال مجلس المدينه والمسيرين فيه. هاد الحفاره ما فهمتش خاصهم اعاده الرؤيه بعدا بحال هاد الشيء. راه كاينين شي قوات دابا كتلقاهم صعابين مدرقهم الماتش كدوز كتصدق هابط الله يحفظك. راه كاين شويه ضرر ولكن كتسلك راسك وصافي. رد البال كلشي بشويه ورد البال راسك وصافي. كاينين الحفاري بزاف بالاخص مولين طاكسيات تقدر تبان لي شي واحد يشير لي بحال ما كيوقف هو على غفله. خاصهم اعاده الرؤيه بحال هادشي. هادشي خاصهم يعاودوا يشوفوا فيه بعين العشيمه. الدار البيضاء كلها حفاري شنقول لك؟ حتى بلاصه ما بلاصه يجزي منها كنلقاو حفاري وكنلقاو مشكل وديما خاسر لي الموتور بسبب الحفاري كيوقعوا لي لي بيس بزاف 10 سنين دابا تقريبا كنسوق الموتور. وديما نفس المجلس كاين الحفاري المونتيسور اللي كيخسروا كلشي الروايد تيخسروا كلشي تيخسر. الله يهديهم علينا وصافي الله يهديهم يصلحوا لنا الطرقان.